الوالدة أنا غادي نفوج. قدت نظرها وجبدت الخيط بشوي عليها، بدات مضربة معاه باغي تدخل في الإبرة ديال الطرز. نعم بنتي وفين بالسلامة؟ كان دروس المرحة ما مساليهاش في هاواي، غادي نتفجج في الحمام. فين هو صابو البلدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بل حطيتو بيدي هنا. أمي علاش كتبعي لي الكوزينة اللي حطيتها؟ كدوزي موراها تهزيها وتعاودي تحطها في شي كنت انتي فيك الزهايمر. مي باقا مضرب مع ليبرا وشوفي غير تما لو بغا يدير رجلين. انت كنخرق في الكوزينه، انت اللي عندك رجلين امي انت. هو لقيتو، هو لحتو في السطل مع خوتو وديت كلبس في جلابتي. طلعت عليا امي من تحت النظار، ايوا امتى ترجعي؟ هزيت راسي في الساعه اللي فوق راس الوالده، هادي دابا على 10 ربع، قولي ديك الربعه نكون هنا. خرجت فيا امي عينها، ويلي ناس كيدوز 4 سوايع في الحمام وانتي باغا تسكني فيه؟ والله ما تجيني في الجوج حتى نلحق عليك، والله ما كسلتك يا بنتي. اخد دوجي ما نسماش انا اسمها المرات العربي. نسيت سوارت من فوق الثلاجة وسميتك نعيمة امي، هو التيفوت عليك اسمها نبات لك غير هي. انا نديرو غدا شي ضريبة عند الطبيب، دوك الفيزيبلات عندك ما مزاقينش. قلت كتغوت غير كنجبد لها الطبيب كداس خاصم، هذه هي تشدي ليا بيدي وديني الحمام معاك. انا نسخت عظيماتي، دخلت عندها البيت بسلاها على راسها، تحنيت بسلاها يديها. الله يهديك الوالدة، ورا غير بحكتي فيها انتي نسيتي. كسات راسها فكات فولارها البيض، لقات راسها دايره فولار ديال الحمام وراسها كتفوح من ريحة القنفل والورد والأعشاب البحرية. قادت لها الفولار، ها وانتي يا امي راه سيهام اختي غادي عندك دابا شوية تفطر معاك والغدا وكل شيء. وانا مشيت وعقلي عليا امي يجي يسولني شكون انا. بدات كضحك، نسى بنتي منا تسطيت، ايوا يلاه سيري بالصحة متعطليش. خرج انا ناوية نطلع من الحمام، طلع من الحمام شاهدة السكنة ما فهمتش الرجال كيديرو ساعة ولا كثر. ساعة ونص كيقول لك الحمام سخفني. انا واحد المرة خرجت في الصباح بقيت حتى سديت الحمام على الطيابة عاد جيت كتحط الغدا تعيط ليا نتغدا، كنرجع للشوط الثاني تحت الكاس كرو تعيط هي ونعشى وشي حاجة خفيفة. ما كرهتش تكون طيابة، ما نخرج انا من الحمام كنحمق عليه. دخلت للسخون، هي عامر بسم الله الرحمن الرحيم، هادو ما عندهم ولاد يوجد لهم غدا؟ عندهم رجال يصبنوا وعندهم ديور يسيقوا، راك للسخون. دخلت كنسلم على الطيابات والكسالات وصحباتي الرفقة الصالحة، شديت بلاصة وحدة باقا كمل هاد الشلال. جات كتبدل عليا، لا لا بلاصتي هادي. حسيت فيها راسي، نعم لا لا ماشي بلاصتك. وجبت الدوزان الحنة والحامض داكشي كنقد فيهم، ضربات السلب رجليها خنزرت فيها دارت يديها على جنبها بدات كتهوش. والله يستر بنادم ما كيعرفش النظام، لحد داكشي من يدي ونطت انا ماشي من عكسي. لا لا ولالي ومالي ومال تقرقي بسطالي. اه شوفي ديك فليفلة والله ما تمشي حتى نجذب عليك اليوم. بقات كتخنزر ومشات، انا بديت كنكمل المهمة. كنجبد ونجبد داني ناس شي ساعه وانا مكسله، العياس كيسخف في السخون وانا حالفه يسخف في السخون ولا ما نسخف. ساليت التحميمه من المراسم والطقوس جالسه كنت صغرت غير بوحدي مع صحاباتي الطيابات والكسالات، كل ساعه جايين يجمعوا معايا عيالات اللي يسحب لهم غير عروسه. خرجت وريحه الورد والقرنفل كتعطعط، طليت على الساعه اللي على برا هذه الربعه والحمد لله ما طولتش. جبت الليمون بديت كندير الدسير، بانت لي كريمه جايه. ايوا بالصحه كيف داير الحمام؟ خزرت فيها، الله يعطيك الصحه بارد وعامر ما كاينش فين تحط رجلي كون غير جيتي تالغدا. بدات كنضحك والسم خارج من عينا. تبارك الله منوره، انا ما فهمتش زين تباتا و 34 عام وباقي ما جاش في كل الناس. تحنيت هزيت سطولتي وشفت فيها، ايوا الله يحفظني من عين بنادم ديما بنت الحرام كتبعني عليا. خارجة مع الباب وانا كنقرا في القران، وصلت للدار الطوموبيل ديال راجل اختي واقفه عند الباب. خديت النفس وخرجتها وحليت الباب، سمعت الوالده اشكون اولي شكون عنده سوارت داري معطي معطي من حد. دخلت سلمت عليها، اشكون انت وجايه تسلمي عليا تعرفيني؟ بسلها على راسها، تعرفيني ما كنعرفك، انا جايه طالبه ضيف الله عن خاتني. يا مرحبا بضيف الله، جيت تسلم على اختي. بدات كتخنزر، خديجه راه التصرفات هما اللي خارجين على علمنا، حيوان تعاوني تفكر شكون انتي بركا كدوخي فيها. شفت فيها راه عارفه لي غير كنبغي نضحك معها، بقى حد يضحك. كي دايره اختي؟ توحشناك والدراري مبانوش ليا، جاوبتني بالنفخه. على برا كيلعبوا الحمد لله،
نط الوالده لبيتها وبقيت انا واختي في الصالون ساكتين حتى عيات فيها وقالت لي ايوا امتى نقسموا داك الورد خصكم صدعيني. جاوبتها بلا مبالاه، اش من ورد؟ انا غير الضالي حنا فيها والارض اللي بقاو في سميه الوالده، شنو بغيتي تورثها وهي حيه؟ خزلت فيها ايوا خيتك عندهم ولادهم وديورهم وباغي رزقهم وحتى انا معهم. ضحكت بسخريه قالت لك ولادهم قولي عيالاتهم كيحرشوهم وانتي ما راجلك هو كيحرشك فين هو جا ومشى عاود على رجله ما قد حتى يدوز نص نهار مع عائلة مراته باز. جاوبتني والله يا اختي لا ضحكتيني ولا كنتي حاسدة انا دير بحالنا تزوجي وديري دارك تنتي ولادك باش حتى انتي تبداي تحسي شويه ولكن سمحي لي شكون غيقبل عليك انت اصلا فاتك التران شكون اللي بغي يتزوج بحدا عندها 35 عام الا طفرتيها وشي تحركي تحركي شويه دبرك على شي بوها لي اللي هو اللي يقبل عليك. اوف ما جاوبتهاش بقيت بلاصتي ساكته بدون حراك كنسمع لكل كلمه قالتها كتشرحني في قلبي. نط بالزربه شي واحد الصينيه داريت دموعي كنخزنهم على كل الناس. دخلت الكوزينه بديت الباب وبكيت حتى شبعت جلست في الارض بشده البكا. وليت معيارة ياك وليت معيارة قل لي اللي كان هاد الهضرة نقف نقدر نوقف ونواجه ولكن أقرب الناس أختي مقدرش نتقبلها. اللي كيصبرني هو أن الزواج مشيئة عند الله وديما كنصبر راسي بالانتظار ديالي ما هو خير. خرجت من الكوزينة لقيتها كتجمع في حوايج باغا تمشي بحالها ودعتها وصديت الباب وأنا عقلي عاقل غير على هضرتها. فقت في الصباح صليت فطرت وخرجت للخدمة أنا عندي أمل أنني نتلاقى مع عود الناس اللي يستحقني. على الدخلة فقدت الأمل الزوينين والزوينات هما اللي حاطينهم في الدخلة اللي جاي يشوفهم والخايبين والخايبات مخبينهم لداخل فين ما كان شي حد كيدير المشاكل كيصيفطو عندي راه كيشوفني كينسى المشكل كيمشي بحالو كيحسب لهم كل ما دخلتي لداخل تلقى الزين ساعة تا كيوصلو عندي كيقلبو الدورة. جالسة كنخدم الدواسة ديال الشكايات حتى كنسمع شي حد كيغوت وكيخاصم هزيت ايدي ديال السما يا ربي يكون هذا ولد الناس كيعرف الله وعندو دارو يا ربي يكون غير مزوج يا ربي امين. تخلقاني كندعي ايه خاص كندعي الله يسمح ليكم على هادشي اللي كديروه عباد الله هذا الظلم. شفتو بشكله الجميل وصباطو البرونزي البدله ديالو السوداء مقرفطه وشعرو مشاكك وقفت لما شفت هاد الجمال يا سبحان الله تلفت ولي ظريفه غير كنتفتف اسيدي المشكل اللي عندك دابا نحلو حنا هنا غير باش نحلو المشاكل. بدا كيخنزر طبعا دايرين بلاصه خاصه بالمشاكل حيت عارفه ريسكم مشاكل ما كيخطاوكمش المشاكل دوزت عليه مسكين معصب. قلت اسيدي جلس بعدا خذ راحتك وديك الساعه بالهداوه ونفكو المشكل. جلس هو ما حاملش وكيخنزر كل ساعه كينكر ابتسمت بشكل مهذب ايوا سيدي شنو هو المشكل حط لي ورق ديال الخلاص قدامي. لا انا درت ما عندكم كوموند ديال بياس كنجي نقلب كنلقى الكوموند ناقص ب15 بياسه ايوا دابا اش ندير وانا مخلص وحاط فلوس وتنقصوا ليا وبقى يحل فيا فمك. تجمعت فمي وحدت راسي كنشوف الورق ديال الخلاص وديال الكوموند كنقلب على سميتو أستين والله الا جات ليا مع سميتي بديت كنقلب في الدواسه ديال البيع بديت كنبتسم وانا حاد على راسي حتى هو تليا لا واش جالسه كضحكي عليا ولا شنو بديت كنهدد فيه عاود. دورت عند البيس هانت سيدي شوف هنا راك درتي الكوموند على زوج دفعات الدفعه الاخيره اللي فيها 15 بياسه خرجات من المعمل شي يومين تكون عندك سيدي. بدا كيضحك طيحه لي السنة قدامي ولكن ماشي مشكل حضر راسو والله لا ما عرفت ما نقول فعلا درت زوج ديال الكوموند يسحب لي غنجمعوا ليا كلشي وتصيفطوا في دقه واحده ولكن ما عرفتش مني ما لقيتش البياسات البارح تعصبت واليوم جيت عندكم نستفسر ولكن شكرا حاد راسي بحشمانه ما كاين مشكل هذا واجب ولو وقف وقال لي يلا هلالا شكرا بزاف سمحي ليا واخا الاعتذار بسيط ما يكفيش خليت لك الراحه مشى صافي يا ربي قلبي يا مولاي اللي ما عندها زهر هي انا. سالت الدواسه اللي كانوا مكركرين عليا ومشيت عند المدير دقيت في الباب ودخلت اهلا بخدوج قالوا لي صباح شي حد كيتشكى اش درتي معاه؟ تلاحيت فوق الكرسي حيت صباطي اي ضروني الكابيه من الصباح وانا كان ثانيهم وعلقيتها هو دغيا سقتي الخبر شكون قالها لك؟ دفع كاس القهوه قدامي واحد طوير اللي قالها وبدا كيضحك
هزيت كاس القهوه كنشرب، الطوير صلع من القدام وقصور وسميتو رشيد. هز راسو وقال لي كل ما كانش رشيد مزوج كون خطب سكليه سهره، كنتو غتفاهموا. بقيت كنخنزر فيه، ما حشمتيش رشيد تفو. المهم راه الكليان غير وقع لي خطا بسيط ياك، بسيط. اما اللي سمعت ما عندك هاد الجمله ديما كتجي كتحيحي كل نهار، خليتي يكون خطا بسيط. احيانا عليك، احيانا عليك الوالده. قلت القهوه هذاك البروشه، قلت لك ما تقولش الوالده رانا كبر منك ب 3 سنين. ايوا والله حتى نوصلها لاختك بشرى. جلس كيضحك كنضحكوا يا يعني نوضي الخدمة في 12 نتلاقاو لتحت. مشيت نكمل الخدمه في 12 لتحت وخرجت على برا حدا بلاصه الطوموبيلات. كنمشي في رجليا حتى كنسمع اختي عافاك واحد الدقيقه. كنظهر كنلقى عزتين. اواه السلام لاباس؟ جاوبني عليكم السلام لاباس الحمد لله. ونتي؟ قلت لي انا مقادرش نشوف فيه. الحمد لله. بقيت ساكته ما عرفت ما نقول حتى هو قال لي شوفي الا ما كانش عندك مشكل وما عندكش التزامات بغيت نعرض عليك تصدعي كاعتذار. درت فيه واحد الشوفه ديال المصدومات وبراسو تصدم. لا ما تفهمينيش غلط، غير بغيت نعتذر ليك ونعوض الاذى اللي سببت لك صباح. حضرت راسي وعاد فكر راسي غنتغدى مع عدنان. اوف هزيت راسي بغيت نجاوب ما يبان لي عدنان خارج تالف كيقلب عليا. بنت لي وبدا كيضحك، جبد التليفون وبدا كيكتب. جبد تليفوني كنتسنى في الميساج ديالو قريتو. ايوا شدي في بيدك ورجليك انا مشيت، الا ما صدقش تلقايني في الموالفين نتغداو. دز من حدايا هو كيضحك هاد البرعوش. ويلي عزتين حسيت راسي كنشوف فيه. لقيتو هو كيتلتاو على الميساج، خرجت في عينيا بدا كيضحك. سمحي ليا شرفيني بسميتك. حضرت راسي وحشمت تقول قال لي يمتي نجي نخطب. سميتي خديجه ابتسم بهيبه. اسمك زوين بشرفي. مشينا نتغداو كنت فرحانه، حسيت باكثر من مجرد اعتذار، حسيت بمشاعر دافئه. حنا كنهضروا وكنتعاودوا دغيا ولفنا بعضياتنا. عجبني الحال، دغيا داز ساعتين ودغيا وصلت الزوج. وكان خاصني نرجع باش نمشي مع الشاف اللوزين. وصلني حتى لباب الشركه واتفقنا نعاودو نشافو. كيف مشى نقز عليا عدنان. يا ما يمشي الله يربي الله تبان كتخلع فيا. تفاني وزيدي قدامي خرجوا رجليك الشواري. بغيت الرابور ديال هاد خونا، حطيت ليه كلشي. هو فين ما نقول ليه شي حاجه كيبدا يعيب عليها. وصلنا للوزين وحنا كندور على الخدامه. بعدنا الخدام كيضحك مع هادي وغمز في هادي. شفتك ما مساليش خدام هادشي، لا جاي تدور على الخدامه ولا هضر بالدريات راه غنفضحك. قلت ليه فمي واش السكسي راهم محتاجين يشوفوني، كنعطيهم الامل باش يخدموا. خنزرت فيه ونهار يعرفوك خاطب غير يفقدوا الامل. والله ما كتحشم، راه الخلصه هي الامل ديالهم. ضربني على راسي سكتينا وزيد القدام هز لي الوراق والحق عليا. انا كنتسناك في الطوموبيل تفو وتخلينا كانت منظرو الله يعطيك السم. منين جيتي منين بقى غادي وكينقر وانا خدامه كنضحك عليه. وليت كنخرج من الخدمه فرحانه. كنتلاقى مع ستي كنهضروا كنتعاودوا. بقيتو انسان مناسب ما في حتى عيب. كنتسنى امتى يجي فتح لي في موضوع التزواج. دازت 20 يوم على اول لقاء لينا بحال لا كنعرفو شحال هادي. اتصل بيا في العشيه وقال لي ضروري نتلاقى نهضروا في موضوع كيخصنا بزوج. واتفقنا الغد لي نخرجوا نتغداو بزوج وعندي عشيه خاويه هي هذيك نهضروا على راحتنا. رجعت للدار كنوجد حوايجي اللي غنلبس الغد لي، خاصني نكون في كامل الاناقه. قضية فيها راجل يا ربي يا ربي صدق. كنبان الوالده كنضر منها لهنا ومشطونه جات عني. عمل كامل انت كتروني ياك لاباس؟ جاوبتها بالزربه. والو امي غير كنوجد حوايجي. دخلت البيت وبدات كدور في عينها. مالك مسافره اش عندك؟ شفت فيها وانا فرحانه غلطي معايا ماما ان شاء الله يكون كل الخير. الا بغى الله راك غتسني مني. دمع عينها شي ولد الناس يا ربي راني كنتاها معاك في كل صاله الله يرزقك من اللي يستاهلك. بدات كتزغرت فرحات بيا. غد ليه ناشطه ماشطه ولكن دايره فول هاري. داخله بوجه بشوش بنظره محتقره للبنات اللي صغار مني باقي ما مزوجاتش. مكرهت لي تلاقيت ونقول ليه على احساسي. جالسه خدامه على ملفات شكايات وكنقاد شي دواسه. ما عمرني خدمت وانا كنغني. انا عندي ميعاد هذا سر ما يعرفو حد. تدخل عليا المدير عدنان صباح الخير جمع لي الدواسه اللي خليناهم البارح باش نشوفو شي حل مع ماليهم. شي دابا عندي اجتماع مع العشرة. سمعتو غير حطيت ليه الشغل قدامه وبديت عصب. انا ما كنحملش نلقى بحال هاد المشاكل مع الكليان.
على ديال الوراق ديال الخلاص ديال هاد السيد، انا واقفه ليه على عند راسو، كنحلم وكنبساس مغرب وحدي. هز راسو لقاني طائره، اجي فرحانه بهاد المشاكل اللي حنا فيهم دابا. ما كنجاوبيش، حضرت راسي وبديت كنلعب بالستيلو اللي هاز في ايديا. قال لي عزتي اليوم غادي نتفقوا ونهضروا على النهار اللي غنخطبوا فيه. سكت، حضر راسو على الورق. محمد ايوا غتوافقي؟ جابتو طبعا غنوافق عليه، انا ما صدقت لقيتو. داك يقلب في الورق وكيشوف فيا بنص عين. ما كتعرفيش مزيان واش ما ضربتيش زعما فكرتي؟ بديت كنشوف، عارفك بحسيت ما باغينيش نطلع فوق العماريه قبل منك، ولكن صدق او لا تصدق غنطلق قبل منك وغير بارك ليا ولا قول الله يسر. انا ما عنديش لاش نتسنى، 34 عام طالعه في 35 صاحبي. بقى كنفكر، رجع كيشوف الورق. ايوا اللي بان لك، ضربت ليه على كتفه. ما تخافش ياك غير بسطي الا جات كشاف. ما صدقت صدقت، وصلت وقيتة ديال الغدا تلاقيت عز الدين، تمشينا لواحد المطعم زوين ونقي، تغدينا وانا كنستنجبد معايا الموضوع ديال الزواج. خديجه حنا دابا تعرفنا على بعضياتنا وهضرنا، وقلت لك كل شيء عليا وحتى انتي. امتى تبغي نجي لداركم؟ ناري ناري ميمشي ميمشي. فرحت فرحت فرحت، قد حقي في الدنيا، رجعت لي الحياه. كنت كنتسنى راجل والله رزقني بسيدهم. تفكرت الهضره ديال اختي، وتفكرت الهضره ديال الناس والجيران، والهضره اللي كتقال عليا في العراسات اللي ما بقيتش قدرت نحضر ليهم. الهضره اللي كيقولوها فيا الناس اللي خدامه معاهم، كل اللي ما كيحملنيش. قلت في خاطري الحمد لله الحمد لله. رجعت شفت في عز الدين، اليوم نهضر مع الوالده. بدا كيضحك وقال لي صافي السبت الماجي احنا عندكم. رجعت للدار طايره طايره بالفرحه، خبرت الوالده بالميعاد. دوز الزمان وانا كنوجد الخطبه ديالي انا والوالده. حتى من اختي وخوتي فرحوا، بغاوني نخرج من الدار باش يقسموها، ما عرفتش كيفاش، ولكن كل شيء وجد الحمد لله في الوقت المناسب. جاو جاب معاه والديه خواتاتو، كنصرف اناقه ولباقه وبروقي، كنعطي انطباع المراه المجاهده. واخا هكذاك ما بينش فيا الكبر، بقات اختو كتهضر. الصراحه قلنا ليه تزوج بنت عمو صغيره، حتى كنا كنخطبوها ليه وجا قالنا انا باغي وحده، وجينا معاه. كانت كل وحده كتلح في الهضره، بقيت جالسه وكنسمع، كنحاول نجاهل هاد الهضره. الهضره اللي كينوحوها بيناتهم كيف السم، ولكن هو الدنيا طالقه ريوسهم. دارت عندي مو، ايوا بنتي ما كاين ما نخبيو عليك، ولدي ما قدرش يقول لك شي هضره، طلبني نقولها لك. خرجت عيني ما عرفت واش تبليت، قلبي بدا كيضرب. خير غير قولي انا كنسمع. حطيت يدي على يدي، ايوا ولدي راه عنده دابا 39 عام، وكان مزوج وحده ما تفاهمش معاها وطلقها وعنده بنيه. حنا ناس واضحين، ما بغيناش نبقاو هي كتهضر وانا كنحاول نفهم اش قالت. قلت لها سمحي لي، واش عز الدين مزوج ومطلق وعنده بنت؟ ولكن انا سولت وقال لي ما مزوجش. نط من بلاصتي، نط اختي وصاحبتي بشرى والوالده وامه وخواتاتو، بقاو مثبتين محصنين ومت عند رجال. طلعت من الباب ديال الصالون لقيتو جالس مع رجال وكيضحكو. اش مع الزيت فاش شفتو؟ ما عرفتش، ما فسرتش شنو كيفاش حسيت. عيطت ليه، عز الدين جا عندي شاف فيا القلينا وينحيح. شفت في الارض وبعصب سولتو، عز الدين واش بصح انت مزوج ومطلق وعندك بنت؟ سكت شحال عاود سولتو، واش مطلق وعندك بنت؟ جا عندنا نباه وخوه كيجري وكل شي تجمع قدام الباب. قال لي اه. قلت لي وعلاش ما قلتيهاش ليا قبل؟ كسولتك وشفتي في عيني وكذبتي. بدا كيطلب، خفتك لا ما تبغيش، خفتك ترفضيني. عافاك ما تعصبيش سمحي ليا. دازت ديك ليله طويله، جلسنا انا وياه عاود ليا كل شيء وطلبني نسامح ليه. قلت مع راسي انا غادي وكنشرف، والسيد خاف نرفضو وطلق ماشي عيب. درت عندو شديت له ايدو، صافي خير ترك ولد الناس وهذا اهم شي عندي. شفت حيت عيات وقبلت. ركبنا الخواتم ديال الخطبه وتعشينا وكل واحد مشى لحالو في دارو. انا واخا قبلت بقيت مبرسطه. نهار اثنين رجعت للخدمه، عييت ومشيت نتي الورق لعدنان باش يسنى ليهم. دخلت لقيتو مقطب حجمانو، حطيت ليه الورق وجلست كنتسنى يسالي. ما عرفتش علاش ما قدرتش نهضر في الصمت اللي كان جالس فيه. سالا هز راسو شاف فيا، ها مبروك الخطبه. الخطبه هي سرحت ايدي وديت كنشوف الخاتم. اه والله الا يا خويا انا ما صدقت وليت مرات الراجل. جر الدواسه، ما عرفت مالكم البنات زربانات على الزواج، والسيد كاذب عليك، صدق مزوج ومطلق وعنده بنت كره قد اختك سهام. خنزرت فيه، عدنان انت راك الشاف ديالي خو صاحبتي وبحال خويا، عافاك خطيب يحترمو، انا حتلق عيب. شاف فيا وغوت بشاد، انا ما خو حد، و
واش بيني وبينه الحصان مو كذاب. بقيت ساكته ما عرفتش باش نجاوب، كان عنده الحق واخا ثقتي تزعزعات بزتين، ما قدرتش نرفض. هاد السن صعيب وعدنان كان عنده الحق، بقى في الحال وهضرتو ما تبلا ما نستأذن. خرجت ورجع للمكتب، جلست بدو كيطيح ليا الدموع. مشيت للمكتب ديالي معصبه وبديت كنبكي، ولكن مسحت دموعي لانه في الاخير انا غنتزوج براجل صافي مزيان. حددنا الميعاد ديال العرس وبديت كنتلقى المباركات العائلات والصحاب، كنتلقى الاهانات والهضره القاسيه من عند عائله عز الدين. كانوا ما كيستقبلونيش بقلب طيب وصدر منشرح، كيبقاو كيطلعوني وكينزلوني وكيلوحوا لي الهضره. انا كنصبر على راسي وعلى عز الدين لا يطير من يدي. كانوا معروضين عندنا هو امو خواتاتو من بعد العشاء، قال لي ان شاء الله غتوالفي انتي وخواتاتي والوالده. بداو كيخنزروا فيا، انا قلت لهم مرحبا بهم، حنا عائله وحده. شاف فيا عز الدين وابتسم، اكيد توانسو غتوافقوا بيناتكم، خواتاتي تهلاو فيك انتي تهلاي فيهم. هضرتو جاتني غريبه، كيفاش نتوانسو نتفقوا؟ دوزتها قلت لي كنا كنتغداو انا وياه، وانا نقول ليه شوف الوالده ديالي ما نفرطش فيها تسكن معايا. حدا الراس وتزير، حسيت بيه ما مرتاحش. قلت لي اش كاين؟ قال لي محال شي بغي خواتاتي والوالده والوالد تجي ماما كسي تسكن معانا. خرجت في عينيا، ياك دارنا انا وياك وحنا حرين، يجي اللي يجي عندنا، الوالده ديالي ولا الوالده ديالك خواتاتك. قال لي لا راه غنسكن انا وياك مع دارنا. تعصبت، كيفاش هيك هضرنا وتفقنا غنشوف انا وياك شي بارتمان؟ ايوا لا باغي داري بوحدي، بغي داري بوحدي نسكن فيها. ما كانوش امكانيات ما حليش، ولكن نهار الاول هضرنا. في الاول كان كيتم الحس، كيقول لي عافاك قبلي، كيطلب يرغب باش نقبل، اني كنت ضعيفه وغير صارمه في الموقف ديالي، ولا كيفرض عليا بزاف نسكن مع دارهم. انا كل نهار كل ساعه وكل دقيقه كنشوف في الوالده، كنحس بالحزن، كنحس براسي انانيه، واش نخليها بوحدها؟ عيالات خوتي رافضينها، حتى اختي راجلها ما يبغيهاش تسكت معاه، كي ما يبقاش ديما ساكت. انا اللي عندها وهي اللي عندي. فاش قلت هاد الهضره لعز الدين قال لي ايوا كاين حل واحد وكيديروه بزاف ديال الناس، الحمد لله كاينين جمعيات ودور العجزه، ممكن نمشي ونشوفو. باقي ما كملش هضرتو بدون وعي، حيت الخاتم من يدي حطيت ليه قدامو، هزيت صاكي ونط من بلاصتي. ما فكرتش في حتى حاجه، خرجت كنجري، شديت طاكسي وقلت ليه يديني للدار. دخلت للدار كنجري، دموعي في عينيا بلهفه بشوق ديال شخص عمرو شاف الام ديالو. كنعيط امي امي بصوت حنين نابع من الكيان ديالي، بنبرة عاطف، خديجة بنتي انا في الصالة. كنجري قلبي كيسبقني، وقفت قدام باب مقابلة معاها، كنشوف فيها هي عجوز جمالها كنحس بيه مع نبض دقات القلب ديالي. ضعفها فحشتي ليها، الدموع من عينيا ما عارف شنو سببها. دخلت عندها بخطوات بطيئة، امي امي سمحي ليا، بس لها راسها على يديها وعنقتها، وانا كنقول لها الله يخليك ليا امي انت يحفظك انت كل ما كنملك في هاد الدنيا. شفت فرج ليا ضرباتني الراس، يا كان المجرمه داخله للزربيه بصباطك. ضحكت مخلطه، ضحكه مخلطه مع الدموع خلاتها كتستغرب لحالي. عاودت لها كلشي، واخا عرفت هضرتي غتألمها، قالت لي بضحكه مخبيه من وراها الالم، ابنتي علاش درتي لي هكاك؟ الا كان عاجبك وبغيتي خودي، انا نبقى في داري قادره نهز راسي. حلفت ليها والله ما نفرط فيك، والله ما نفرط فيك امي. حسيت بها فرحانه وقالت لي الله يبارك فيك بنيتي، الله يبارك فيك ويحفظك ويطول في عمرك ويطول في عمرك ونشوف ولادك على خير. خير بنيتي خير ان شاء الله. دخلت لبيتي بدلت حوايجي، انا مقتنعة بالقرار اللي خديت، انا باغيه نتزوج ولكن ما بغيتش ساعاتي على حساب الحزن الوالده. ضحكت وابتسمت وقلت في خاطري هذا عز الدين ما فيهش الخير، كون كان فيه الخير ما يقولش ليا نديو الام ديالك دار العجازه. دخلت للكوزينه نطيب داكشي اللي كتبغي الوالده، تبعتني بكاتها مقابلاني، عاودي يا ودي باغيه تزوجي، اشوف القزبر هذاك تقطع ديالو باش تخرب قدروني، واش داك اللي قام من المرونه وتزيدي الماء، هادوك يدين عندك ولا فراقش؟ حالي من قدامي متعرفي حتى طيبي. قفضت وجات وقفت حدايا بنقيرها بغواسه اللي عارفه مخبي من وراه الحب والجمال. الغد لي في الخدمه، وصلت وقيتها ديال الغدا، دخلت عند عدنان، شاف تمشي تغدى غير هنا ولا غترجع للدار عندكم؟ شاف فيا باستهزاء، عز الدين ما جايش. طلعت لي في راسي هاد عز الدين هذا، دخلت عنده راه فيا دمود ديال الجوع، باش نمشي مع البنات اللي خدامين معانا نتغداو.
طاحت عيني على يدي، قمطور شوفها سابكت، جبت يدي قف بدا كيلبس في لافيت ديالو، يلا يلا تغداي اليوم على حسابي وفين ما بغيتي. تخنقت، بغيت حتى حد يعرف بلي انا وعزتين مبقيناش غنتزوجو. قال لي واحد الريستو فخم عمر ما حطيت فيه رجلي وحلمت ندخل ليه. بدينا كنتغداو، انا ساكته وهو ساكت، خفت لا يجبد الهضره ويسوني على عزتين. شفت حتى عييت، وانا عييت ما كنخبي، انا عدنان ما كنخبي عليه والو. عدنان من الناس اللي كيحفظوا الاسرار، هو الوحيد اللي كنشكي ليه وكنخوي عليه قلبي. شجعته هزيت راسي، حتى هو هز راسو وشاف فيا، بزوجنا هضرنا في دقه واحده ونطقناها باسم بعضياتنا. هو قال خديجه، انا قلت عدنان. كنت كنشوف قدامي هو كيشوف قائمه الطعام، متردى واش نشكي عليه. خفتو بدا يستهزأ ولا بدا يضحك، وانا جروح ديال قلبي باقي ما تعافاتش. كنت حاسه بلي عارف شي حاجه على الخطبه اللي فركشتها، غير من شوفها المطوله اللي دار في يدي كيقلب من وراها على الخاتم ديال الخطوبه اللي لحت العزتين. قلت ايوا صافي، ماشي انا الاولى ولا الاخيره اللي ما تزوجاتش. نسيت راسي نشوف فيه، حتى هو هز راسو وقال لي خديجه باقي ما كملتش. وانا قلت ليه عدنان تزنقت، وكل واحد فينا بدا كيضحك. قال لي هضري. رفضت وقلت ليه لا لا غير هضر انت. بقينا هضر انت هضري انت، حتى حطينا حسر بعي الخطا. تغدينا لقيت راسي كنعاود ليه، هو كيعاود كيسمع ليا. قال لي حتى ساليت دار ديك الرجوليه، وقال لي انا من الاول ما كانش عاجبني، ولكن انت ما عرفت اش عجبك فيه. وكاع بعد اللوم باش نتف، وداك الشعر عنده مكور، واش داك اللبس جلابس داك نهار الخطبه، صباط سرق، كرافطه ليموني، قميجه خضراء، انا ما فهمتوش كله مرون. ماشي كانت على عينيك الضبابه، ايوا على سلام سكواره ما يستاهلكش، وكاع ما يستاهل بك اللي بكيتي عليه. وزيدها باغي يسكنك مع مو خواتاتو، باغي يدي الحاجه للجمعيه. هضره ديال اللحظه، دابا نمشي نخلي ضاربه هنيت، ما يستاهلكش. شاف فيا لقاني كنضحك، وكضحكي عاجبك الحال. بديت كنجمع في الضحكه، لا ماشي عليك، تعصبتي بلاصتي تقول انت اللي غتزوج. ضحكتيني صراحه، حتى انا ضحكوني حوايج، ولكن غمضت عينيا. درت لما منين يدوز، ما بغيتش نبقى بلا زواج. انت كيضحك، انت غير عينيك اللي غمضتي، انت راك كنتي مرفوعه. عزتين عزتين عزتين، حسيت براسي ولا خفيف، قلبي مبقاش مغموم، ما عرفتش كيفاش. حسيت نسيت انني كنت مخطوبه ورجعت العانس اللي عندها 34 سنه كتسنى في راجل. رجعنا للخدمه، كنضحك كنفرنس كيف العاده، ورجعت كنطلب الله يرسل لي ولد الناس كيف العاده. دازت 5 شهور، غادي في الطريق واحد سمعني اخت سمحي ليا، تفكرت القصه ديال اسماء صاحبتي، عيط لها واحد تكلمات ليه جبد على موس وداليها الفلوس التليفون. انا واخا عندي واحد التليفون وقيلا الا مديتو لي غيضربني بيه على الراس، يقول لي شي بنادم انت اللي عندك التليفون، سري حيدي من قدامي حنا ما كنسرقوش. شمرت وشدي الساكي غادي، وكنزرف الخطوات ديالي وهو سامعني. اختي غير وقفي، اختي غير وقفي، ما تخافيش غير سمعتك ما تخافيش. مركبني الرعب، هزيت صايا اللي لابسه وبديت كنجري وهو سامعني. واختي خرجت من ديك الدريبه وصلت للشارع، وقفت كناخد النفس، قلبي باقي كيضرب. جا حط عليا يديه على كتفي، وانا ريختي كدرت كي تقول واش مركبه في رجلك الرويض، سخفتيني. الدور اللي غندور، العينين خضرين، الشعر شهب وطويل، واحد مولا تيلغى وسط القسم لما الشعر ديال البصوت ديال الكافات. السيد قفز من بلاصتو تخلع، وزعزع مسكين، قال لي سمحي لي وكاين حاجه ما قصدتش نخلعك، نسيت كل شيء بحال فيا الزهايمر. ما كاينش المشكل، سمح لي خلعتك. قال لي ما كاين مشكل، بقيت ساكته عرفت ما نقول. قال لي كنت دايز من هنا وكنتي قدامي، طيحتي هاد الورقه، ومد لي واحد الورقه مطويه، شفتها هاد الورقه ديال التقضيه كانت في جيبي مبقى عندي ما ندير بها. شديتها وحشمت تقول لي راه انا اللي رميتها، هادي شغي يقول عليا. حضرت راسي شكرتو، بديت كنتقل الحركه قبل ما نمشي. قال لي مين دايزه تاسم، وانا محرجه من هنا. مشيت ليه في الشارع، قال لي معليش نتمشى معاك حتى انا دايز من هنا. حضرت راسي وكنهضر بشويه زعما الاداب والصواب، اه مرحبا. وانا كنقول لي في خاطري انا ملي شفتك نويت الزواج. بقينا كنهضروا، سميتو ادم، او سميتو شحال زوينه. بقينا كنتمشاو بشويه، واخا نوصل معطله ماشي مشكل. قبل ما يمشي قال لي نتلاقاو. وليت كل صباح كنخرج في القيصه نفسها غادي ونقلب عليه في الطريق، وليت حاضيه الطريق اللي كندوز منها. حتى هو ولا كيستغرب من كثره الصدف اللي كنتلاقاو فيهم. غادي انتقل لي، ما رحتيش اننا ما كنتفقوش نتلاقاو، مع ذلك نتلاقاو انا وياك.
حضرت راسي وانا في خاطري كنقول ليه لهلا يوريك اش كندير كل صباح باش نتلاقى. قال لي فشكل ولكن شي حاجه زوينه نشوفك كل صباح. قلت ليه في خاطري هضرها القدر المكلخ ناري ما كيتفرجش في الهنود. قال لي ايوا اش بان لك نتلاقاو نهضروا نتعرفوا على بعضنا، انا بغيت شي بنت الناس اللي نتزوجها وانت بنت لي بنت الناس اش بان لك. شفت فيه وانا ما مصدقاش، واخيرا كل ما قالهاش كون في العشيه لقاني في دارهم جايه نخطب. وافقت ورجعت فرحانه كنضحك غير بوحدي. عدنان غير كيشوف فيا ما كيهضر ما كيتكلم ولا كيقول لي غير هاد الحاله اللي انت فيها كنعرفها مزيان. كنشم الخدمه مع الخمسه سالته باش نلقى ادم هو ينزل عليا. عدنان فين غدا بنتي سالته. قلت لي نقلب على زهري. بدا كيضحك قال لي قري قري حنينتي وليتي تخبي. قلت ليه تعرفت على واحد السيد سميتو ادم عنده 36 عام بقى كيشوف دار واحد الضحكه صفراء. ايوا فاش خدام دورت وجهي خدمه على قد الحال خدام في طاكسي. هز راسو شاف الفوق من النخوه عنده طاكسي ولا حشمت من الموقف. واش فيه الا ما كانش عنده طاكسي وشيفور مالها عيب ياك الخدمه شريفه. خرجت عينيا لا شيفور مالنا ما نخافوش كيشوف فيا نقول لي عافاك ما تعيبش ليا فيه. اي واحد كتعيب ليا فيه ما كيصدقش خنزرت فيه وقال شنو هي سير سير الله يسهل عليك على الله سير الله يعاونك. خلاني واقفه كنتسنى في ادم ومشى. انا حسيت براسي صراحه غلطت في حقه. مشى بقيت كنشوف فيه من ظهره حتى دخل وغبر. حدت راسي بقيت كنشوف في الارض بقى فيا الحال على المعامله اللي عملته بها. جا وقف عليا ادم سلام خديجه لاباس. قفزني من بلاصتي سلام خلعتيني لاباس وانت. بدا كيضحك لاباس يلا مشينا. تمينا غادي قال لي فين تمشي ما عرفتش نقول لي خفت نخسر شي بلاصه وتجي غاليه وانا باغيه نتكيس على السيد ما بغيتش نبان بحال شي وحده طماعه. قلت ليه ما عرفتش كنت. بدا كيضحك انا لو كان عليا نبقاو غير كنتمشاو عييت بالطاكسي. فاش قال لي هكذاك ما عرفتش باش نجاوب من غير نضغط على نفسي ونحضر راسي باني موافقه. تمشينا وحنا كنهضروا حتى ضروني رجلي ما قدرتش نقول ليه عييت. دزنا من حدا واحد سناك قلت لي انا عارضه عليك على حسابي ناكلو اش بان لك. بقى كيشوف قال لي يلا انا اللي غنعرض عليك. شديت قائمه الطعام كنختار ارخص طبق ثمن ديال 20 درهم اختار هو نفس الشيء بحالي انا مبغيتش نكثر عليه. كان فرحان باختياري حتى انا فرحت لاني بينت انني متفاهمه الوضعيه ديالو. شيفور ديال الطاكسي وماشي ديالو خدام على عائله هادشي كلشي نسيتو ما عنديش مشكل الا كنا غنتعاونو مشيو على قد الحال. المهم هو يكون راجل ولد الناس هادشي اللي بالي فيه. كان كيعجبوني عينيه كنبقى نشوف فيه ونتخيل ولادي كيشبهوا لي واخا انا كنت زوينه ولكن هو في عيني كان كيجيني زوين اكثر. هضرنا واتفقنا من بعد شهرين يقاد المسائل ديالو يقضي شي مشاغل ويجي. وليت ديما كنهضر معاه نعاود ليه على كل شيء حتى من المشكل ديال الورد اللي باقي مضاربين خوتي معايا علي عاودت عليه علي. كنت كنحس به ولد الناس قريب ليا واخا عندنا مستويات لا في الدراسه والتعليم ولا في الخدمه من بعدين ولكن عقليته وطريقه تفكيره كانت قريبه ليا. اي مشكل كنطيح فيه كيعاونني نلقى الحل ماشي بحال عدنان حطني في بلاصه المشاكل. نصبح على الدوسه ديال الشكايات ونمسي على الصداعات. حاولت نمشي ونعتذر دخلت لعندو المكتب تلاقيتو خارج اللوزين بقي ما هضرتش. قال لي ما مساليش حضرت راسي وسميت غاديه حتى جا وقفني منيتك حضرتي راسك وغاده من امتى وليتي كتحشمي غادي وكيسد في لافيست وانا غاديه بجنبو غادي اللوزين. جاوبني من نفخه وسكت. قلت ليه مشي معاك ما شافش فيا لا الا ساليتي سير لداركم. بقيت سامعه غتشوف خطيبتك شيماء دار عندي وغوت عليا وانتي سوقك في حياتي سير سير قابلي خدمتك واش ديري الدواصل دوزو راهم غدا. خلاني واقفه جاتني غريبه كيغوت عليا ما عرفت باش حسيت. رجعت المكتب ديالي كملت الخدمه وخرجت لقيت مع ادم. بقيت كنكتب لعدنان ميساجات كنحاول نهضر معاه كنكتب ليه النكات ووالو موالفة كنكتب ليه النكته كيتصل بيا ويبقى يضحك. ادم بقى كيشوف خديجه ايوا حنا طلقنا نناقشوا حياتنا ونهضروا ولا تقبلي التليفون. طفيت هذاك المشقوف لحته في الساك لا هذا معاك. قال لي شوفي باغي نستقل باغي نشري شي طاكسي وخاصني نكمل على شي فلوس عندي جمعهم ولكن باقي خاصني شي جوج المليون. كنفكر في العرس بزاف د الحوايج ديما قبل ما نحس كنفكر في هذا الشيء. انا بطريقه طبيعيه قلت ليه انا معاك نتعاون معاك ونصبر معاك
ما بغاش نتعاون معاه بواحد البركة، ولكن انا شفت انه واجب. قال لي نفكر ونشوف. وافقت واتفقنا، نتلقاو من بعد ونشوف المسائل. وعجبو الحال الموقف ديالي، عاد ما زادت الرغبة ديالو يتزوجني في اقرب وقت. قال لي نفات حضرنا في موضوع الزواج. رجعت للدار طايره من الفرحه. يوم تيجي نهار اللي جي يخطبني فيه، يلا بغيت ندخل في الطوموبيل ديال عدنان غادي، وكنقول مع راسي محال هو شافني نزل عندي. انا كنوجد في اعتذار صادق من اعماق الاعماق الاعماق ديال قلبي. كيف وقف قدامي قلت ليه عدنان سمح لي ما كنتش قاصده، بغيت نضحك وانت درتيها بصح. قال لي علاش ما كتجاوبيش على التليفون؟ تدهشت، علاه اتصلتي بيا؟ وصلني والو، بقى كيشوف فيا كنتي طافيه. تفكرت، حليت ساكي لقيتو متصل بيا شحال من مره. بديت كنضحك، طفيتو. سكت وحده راسي حتى هو ما هضرش. قلت ليه ياك لاباس علاش اتصلتي؟ بغيتي شي حاجه؟ دوي سدي على شعرو ارتابك وتزنك وانا كنتسنى يجاوب. قال لي اسحب ليها، وقعت لك شي حاجه خلعتيني. انت كنتي خارجه مع ادم وخفتي يكون دالك شي حاجه. كنت كنشوف فيه وبديت كنضحك. اودي عدنان الله يهديك، اش بغا يدير لي وحنا قدام الناس؟ انا محصار مع راسي وحتى هو حشم داري يديه في جيبو كيلعب برجليه في الارض. انا عارف هكا جالي في بالي، المهم تي مقتنعة بيه. غمضت عينيا وطلعت النفس وبتات. ادم انسان زوين متواضع بسيط كيفهمني، خاكيني المشاكل المادية كتعطلنا، ولكن انا غنوقف معاه حتى يسر الله الامور ويجي لدارنا. ضربني على راسي حتى فقت من الجو اللي كنت فيه. كيفاش توقفي معاه؟ شمن المشاكل عنده؟ قلت ليه كل شيء. قال لي واش انتي خديجة اللي كنعرف ولا واحدة اخرى؟ واش انتي عندك 3 مليون؟ حماقيتي انتي. خرجت في عينيا، وانت دابا غتبدا تعيب ثاني. لا يا غندبر عليها، عندي شي حاجة وش حاجة ناخد قرض ولا نتسلف ولا نشوف واش ندير. المهم نقدو المسائل في اسرع وقت باش يجي للدار. دار واحد الضحكة شبه ضحك، وانا الدم كيطلع ليا كنحس بيه كيغلي في عروقي. خليتو حتى سالا، دار يدي على فمو كيحبي الضحكة. سمحي لي يا عمري سمعت هادي، بغيت تسلفي وتكلفي باش يجي يخطب. وزوينة هادي، ايوا الا ما جاش يخطب في الاخير غتصيدي. واش تي نية ولا بوهالية ولا كتسطي عليا؟ بغيت تزوجي باي طريقة. تعصب، بقى في الحال، ولكن بصراحة عنده الحق. ولكن اش ندير؟ ما نعاونوش، هو ولد الناس. شفية ما قلتش ليك ما تعاونيش، ولكن راه بزاف عليك تعطي ديك الفلوس لواحد باقي مخطب. واش غيكسب معاك؟ زعما هذا المشروع ديال الطاكسي في سميت من غيكون؟ حدت راسي وبدا عقلي كيخمم وكيفكر. انا فاش كنكون خدام مع ادم كنسى كلشي، فاش كنكون مع ادم العالم اللي ضايل بيا وكنبقى غير هيمة. عدنان فيقني قال لي الا كان راجل يكسب لك حسنتي حاطة الفلوس. وفعلا درت بكلامه. تلاقيت مع ادم الغد ليه، كنت ديك الساعة خارجة من الخدمة، جا عندي الخدمة باش نهضرو في هذا الموضوع. قال لي عدنان نحضر معاكم، ولكن ما قدرتش. خفتي تقلق ادم ويستقهر بحاليا وخليني ورجع ندور ثاني، رجع للاول. خليتوش يمشي معانا. تلقينا فاش كنت خارجة من الخدمة رجع للدار. ادم ايوا فكرتي في الموضوع على الخديجة؟ كل شق ثقة في النفس. فكرت عندي شي بركة نعطيها ليك، وزيد عليها وخد الطاكسي. فرح وضحك بصح انا ما عرفتش اش نقول لك. كنحس براسي غنتر بالفرحه، وبالي انا اسعد راجل في الدنيا. هز راسو كفوف للسما، حمدتك يا ربي وشكرتك بعثتي ليا ملاك بنت الناس. ابتسمت وقلت ليه ربي يسر لينا، ولكن خاصنا نتكاتبو. دار شافيا واحد شوفه جديده خوفاتني. قال لي كيفاش نتكاتبو؟ ما توقعتش يسولني ويشوف فيا بديك الطريقه، بحال الا قلت ليه شي حاجه عيب. بغيت نقول زعما هادشي في سميت من غيكون؟ شاف فيا بسميتي طبعا، ولا ما كتثقش فيا؟ جاوبتو كيفاش ما كنثقش فيك؟ كنثق فيك، وهادشي لا علاقه ليا بالكتيبه. انا غنعطي لك فلوس ديالي وغنشارك معاك شنو ما عنديش الحق ولا. تعصب وبدا كيحمر وبدا كيتبدل. واش عند راسك كنطلب منك يسحب لك كتصدقي عليا؟ قلنا لك غادي نوجد هادشي ونجي نخطبك، يعني اصلا هادشي كديري على قبل راسك؟ عاد على قبلي. خنزرت فيه، كيفاش على قبل راسي اخويا؟ ها فيها والو الا كسبنا داكشي بيناتنا؟ انت باغي تدي كلشي بسميتك؟ ويلا ما تزوجناش؟ ويلا ما جيتيش تخطبني نضيع انا؟ بدا كيضحك. انا الراجل وانا اللي نتحمل مسؤوليه الطاكسي، انت اش غيدخلك في شغلاتي؟ كيفاش انت راجل؟ لا انا ما علاش نعطيك الفلوس ومن بعد ما نبقى نفعل والو؟ لا 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 انا معك في كلشي، يا اما نتكاتبو يا اما كل واحد وطريقه.
قلت لي هكذاك باش نختبره واش غيبدل رايه ويقول لي اسمحي لي انت كاتبه ولا من حقك ما نبغيش تضيعي، ولكن جرحني بالرفض ديالو، جرحني بالاستهزاء ديالو. قال لي شكون غيديها في وحده بايره، انا اللي غنقبل عليك. قال لي باللي هو المنقذ ديالي وباللي زواجنا مشروع وباللي ما صلحش لي وحده كبيره في السن ولا بغي وحده عندها 27 ولا 26 عام. دخلت للدار بقيت كنبكي، ما عرفت شنو ذنبي وشنو الذنب ديال السن ديالي حتى يعايروني به الناس ويستغلوني. نقدر نسيب وحدي، ما عرفت مع من نهضر. بغيت نطبق عدنان هو اول شخص طاح لي في بالي. الوقت اللي كيدوز والعمر اللي غادي وكيجري والحياه اللي كنتظر مع كل صباح الفرج، كنت وصلت لدرجه الياس، ولكن حزني وياسي من الهضره اللي سمعت كانت قاسيه. حتى قلت غنتزوج وغنفرح براسي، حتى كنت غنخلع رداء العنوسه ولبس رداء العروسه. حتى قلت لقيت شخص ونعتمد عليه وخدلاتني الدنيا. وعاودت رجعت بايره، شحال بكيت بكيت بكيت، شحال بكيت وشحال ما بكيت ما قدرتش نستحمل. حتى حد ما قدرت ولا رضيت تحكي لي على ظهري الا عدنان. اتصلت بيه بلا ما نفكر. الو خدوج، خبر قبيله كنت باغي نتصل وخفتك تقولي ثاني كتفايل ما كتفايل. الو، ما قدرتش حتى نجاوب. صوت بكايه كيتسمع حس بيا. قال لي واش كتبكي؟ قال لك داك الحمار شي حاجه، شوفي هاني جاي. جاوبته بصوت ضعيف، لا ما تجيش العشاء، العشاء ما نقدرش نخرج. عاودت لي شبع فيه هي معيار وخلاني حتى انا نبدا نعاير ونصب فيه. لغد ليه خرجت حاضره راسي، ما تسنيتش نشوف واش ادم غيدوز من الطريق ولا لا. وفعلا ما بانش ليا الاثر. دخلت المكتب عند عدنان، كيف شافني تفرقع بالضحك. لحت ساكي فوق البيرو وكنخنزر فيه. صبحه كايا، قال لي عينك منفوخين ما نعساش. شوفي شوفي راهي ليا النمره ديال داك خونا داك المصلحه، الا ما شبعت فيه معيار. درت يدي على راسي، لا ما كاينلاش انا صافي نسيتو. بقيت عاقده حجباني وطالع ليا الدم. سكت، بقى كيلعب بالسيلو بايديه. كل مره كيحاول يهضر ولا يجبد شي حاجه كضحكني، ولكن انا كنت مقلقه ومكتئبه. صافي طاح ليا الدم. او مالك غرقي لك البابر، نوضي تقعدي قبل خدمتك. انا اللي قلت باغي نضحك فيك وضحك فيا، ما كاينش معامل، ما كاينش ديك الضحكه ديال بزز. انا نايضه كنت خارجه هو يوقفني. كنت بغيت تغدي عندنا في الدار، اليوم غتجي اختي بشرى وليداتها تمشي تغدي معنا. بلا مبالاه وصوت ما فيهش الحماس معهود ديالي، ما عرفتش ما حامله نشوف حتى واحد. بغيت نخرج بوحدي. حل لي الباب ودفعني. صافي يلا 12 نجي نطلقك نمشيو نتغداو. بقيت تموتي راني عايق بك، ما بغاش تخدمي. سد الباب ورجعت للخدمه. كان صغير بوحدي، ما عرفت شنو وقع ليا. انا كنت قويه، كنت قاصحه، يمكن من كثره التنازلات وخيبات الامل مات فيا الامل. بقيت جالسه داك الصباح كامل وانا كنفكر. جبت ورقه وستيلو كتبت فيها كاع الحوايج زوينين فيا. قلت راسي مالك ويلي، انا في هادشي كامل. حاولت نكسب الحوايج الخايبين فيا، اكتشفت انني فقط كنبغي نهرب من هضره الناس. انا مرا خدامه، كنحتاج لحتى اعاله ولا صداقه. انا عندي مستوى، كنحاول نصلح ذاتي. والغريب في الامر فهمت ان هادوك اللي ما صدقش معاهم الزواج راه ما كيستحقونيش. الهضره ديال عدنان ومعاملته ليا كانت كتحسن من المزاج ديالي. مشيت تغديت مع عائله عدنان، تلاقيت بشرى. فاش عاودت ليها عرفت بانني الا ما تزوجش ماشي هي نهايه العالم. واللي بغى يقول شي حاجه يقولها، انا دايره ثقتي في الله واللي ليها ليها. نسيت كلشي وضحكت من جديد. دغيا داز الوقت في جمعه الحباب، كان خاصنا نرجعو تاني للخدمه. قال لي عدنان شفتك ولفتي يا بنتي، نوضي نوضي زقعدي، الصباح ما خدمتي والو. وقيله اليوم عندك شله؟ سلمت وما سخيتش. نسيت ساكي وخرجت للطوموبيل. ركبنا وصلنا، شاف في عدنان. هي ناري ما دايره الصمته وبغى تخرج عليا، واش ديري الصمته؟ حزام السلامه جريته ما بغاش يتجر. درت عنده ما بغاش، بقى في الطوموبيل وقال لي هو معكس خاصني نديه تعالج. بلاتي انا اللي كنعرف لي، واخا بلاتي سمحي لي نشوف. قرب مني، حسيت بانفاس ودقات قلبه وحساب واحد الدفء غريب. صحيت نطيل النظر في ملامحه وهو مضار مع الصمته. لاحظ الارتباك ديالي وحضر عيني، شاف ايدي وانا مزير على الساك ديالي. طلق يديه من الحزام ديال السلامه ورجع لبلاصتو وقال لي يلا ها هو ها هو تقاد. قربوا ليا ودقات قلبه اللي تقريبا كنت كنحس بيهم خلاتني نحس بالاحراج. تعنكشت، ما بقيتش كنشعر بالراحه اللي كنت كنحس بها قبل. كان عادي بالنسبه ليا بحال خويا الصغير. شافني تسمرت بلاصتي كنرجع براسي اللور
ما كاين فين، كنحاول بهادوك ديال بيناتنا مساحه. حدا العيني لقاني مكنزو مزيره يدي على الساك، جمع يدي ورجع لبلاصتو. يلا بقيت ساكته، قلبي كيرجف. نزل وجا من جهتي حل الباب، بغيت نزل قلي غير خليك. حاولت نبعد عيني حلي نشوف قدامي لا ندير اي حاجه، بقيت كنشوف التليفون. كنحاول نقنع راسي بان الموقف كان هادي، حاول نبقى ضاربه داك الحزام تقادو ورجعنا للخدمه. في ما كنبدا نخدم كيرجع لي داك الموقف قدام عينيا، كنرجع نقول ويلي هو صغر مني اش كنخربق، ولكن والو قلبي مبغاش يوقف بدقاته الغريبه. كل ساعات كنجبد التليفون كنشوف في الوقت، وجالسه غير بالسس مشي عندو. لا لا بلاش، وليت كنقلب على اي سبه. نهي امتى غتوصل الربعه باش ندير بوز استراحه؟ طلع لي الدم. ها الربعه تحت الورق، مشيت جبت قهوه ودخلت عندو، حطيت ليه القهوه ديالو قدامو. شاف فيا، اه شكرا، كنت بغيت نخرج نجيبها. هو كان خدام. ايوا بس كندور في عينيا. ايوا شنو ايوا؟ ما عرفت باش نجاوب. قبل كان كيقول لي ايوا، كنت كنجبد ونقول لي ايوا ايوا، نبدا نصفق بحال صحاب الطقيقات. دابا وليت كرد البال، ولكن كنهضر مع راسي وحلات لي بدا كيكحب. طرت من بلاصتي، جبت كاس ديال الماء وانا خايفه عليه. هكا عندنا نشرب، بديت كنضرب ليه على ظهره. حتى هز راسو عندي بدا كيدير فيا شوفات متستغرب. قال لي ايه شنو قصه هاد الاهتمام؟ اخر مره وحلات ليا كنت غنموت، درتي رجل على رجل، قلت ليا تستاهل، رجعت يدي عندي. رجعت لبلاصتي وانا كنحاول نتهرب. اه لا انا قلت هاد الشيء امتى؟ ما عقلتش، كنا كنضحكوا. عقب يوم بدا كيشوف فيا شي شوفات، واخا بديت كنحلف والله ما راك صغار مني. ويلي ويلي واش انت حمق؟ بدا كيضحك. ومالك تزنقتي؟ راه عارفه راسي بوكوس. نط انا غاديه في حالي، تراك خاصك العصا. علاش من البيرو بالزربه كندب في وجهي؟ ويلي ويلي على شوفتي، وراه اقرب صديق ليا والانسان الوحيد، الصديق الوحيد الوفي اللي عندي، والدري صغر مني وانا داير عينيا فيه. وقيل غير كيعجب لي الله. خرجت من الخدمه انا الاولى سالته كالعاده، مشيت للدار وانا كنطيب ونعجن. كنوجد العشاء، مقدرش نوقف التفكير في عدنا. حتى من قال الوالده واللي عجبني داك النهار، دايره التليفون في جيبي كنحلم به مع راسي، ما نعرف يتصل بيا. دازت ديك الليله وانا كنفكر، نخاف خطوباتي الفاشله، وحتى اللي كانوا ناويين يخطبوني عمر قلبي ضرب لشي حد منهم بهذه الطريقه. جا الغد ليه بزز، كنقلب وسط حوايجي، هادي كتبين لي كبيره. لا لا هادي كنبان فيها اكبر من سني. ناري شحال الكسوه؟ كيفاش درت حتى شريتها؟ واش هاد الالوان عندي؟ انا مالي صقع في كل شيء. لبست كالعاده، درت فولاري وخرجت تحت تهديدات الوالده كالاتي: واتي خرجي، واتي سيري، بارك عليك بالمرايه، ما خصيش تعطلي، راه غنجي لك. حتى وليت كنشك انها باغياني نخرج دغيا وهي فيها الزهايمر. خرجت دغيا، وصلت للخدمه، دخلت عند عدنان. ما قدرتش نمشي للبيرو ديالي ديريكت، ضروري ندوز عنده كيف العاده. طليت بالباب، صباح الخير عدنان، قلت له هو يلا دخل. اه صباح الخير، دخلي شتك داخله كتفرنسي. بقى كيشوف فيا ناشطه ماشطه، بديت كنضحك وحشمانه. ناشطه ماشطه سانك سانك، يلا انا مشيت. اه عدنان اليوم ما غنرجعش للدار، واش نتغداو؟ شاف فيا محاش غنتلقى اليوم مع حضرت راسي. اه صافي الله يسر، غادي نعاير راسي. تفو تفو اش تاني نهضر، ناري على موقف تحش ما نعرف شنو. رجعت للخدمه وانا ما حاملاش راسي. وصلت 12، خرجت خديت طاكسي ورجعت للدار. تغديت ليه مع الوالده وانا كنفكر اش يكون عدنان دابا كيدير مع خطيبته. لا لا الدري خاطب وصغير مني، ولكن انا والله حتى ديال العصا ما عرفتش كيفاش ندير حتى نتحكم في شعوري ولا نقمع المشاعر ديالي. دازت ايام وانا مضاربه غير مع راسي. حتى لواحد المره مشيت عندو المكتب، دقيت ما لقيتوش. دخلت لقيت التليفون ديالو والبيسي والوراق باقيين فوق البيرو. دخلت جلست بلاصتو وحركت لا سوغي ديال البيسي، قلت ندخل الانترنت ونتسارى شويه في مواقع شويه. بالي واحد الدوسي سميتو ميموريز ذكريات، قلت ندخل ليه. فتحت الدوسي مجمع فيهم بزاف ديال التواصل، لقيت واحد باسمي خديجه. نط سديت الباب ورجعت لبلاصتي، حليت الدوسي لقيت بزاف ديال التصاور ديالي اللي من فيسبوك، واللي فيهم انا وياه والخدامه، وشي صور مصورني ومعمر وراهم ليا. كتحلف امي، بديت كنقول لا 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 راه غير دار الدوسي فيه التصاور ديالي باش. لا لا وعلاش غياخد صوري من فيسبوك ينزلهم عنده؟ بقيت مصدومه ما فاهمه والو. نزلت لقيت واحد الملف
ورد مكتوب عليه إلى خديجة. ما ترددت حتى لحظة فتحته وبديت كنقرا. إلى من أحب في خفاء، خديجة. كنت ولا زلت كل يوم أنتظر انتظري إلي كرجل، على أمل أن تري قلبي، أن تتبعي دقاته وتصلي إلى مشاعري، أن تنزعي نظرة الطفل الصغير عني وأن تحبيني. أحببتك دون أن أريد، وأردتك دون أن أدري. ابتسامتك تسعدني وضحكتك تفرحني، ونظراتك إلي تعذبني. لم أقوى على النظر في عينيك والبوح بما في داخلي، فكلما أردت أن تصديني كتبت مرارا وتكرارا رسائل وأشعارا بقوافل، فأرميها كلما تأتي وتقولي قد وجدت من في قلبه يسكنني. إليك أيتها الجميلة قيت مصمرة في بلاصتي، نفس الإحساس ديال فاش كتعطيك الوالدة ديك الطرشة قدام الناس وكتبقى تالف ما كتعرفش ما ردة فعل ديالها قدام الناس، واش من طريقها تشد هكداك. عرفت ما ندير ولا اش نقول. سمعت الباب كيتحل، سديت كلشي ودرت راسي كنلعب في التليفون. دخل شافني، حسيت انه فرح بشوفتي، قال لي اهلا امتى جيتي. بديت كنلاحظ ادق التفاصيل من ناحيه معاملته ونظراته ليا. انا باقا مرتبكه مصدومه، ها غير دابا وكيهضر، ما عرفتش باش نوصف المشاعر ديالي. رجعت للمكتب اللي كيعيط لي بغاني شي حاجه ما مسالياش، جا بغا يخدم شي شكايه ما مسالياش، الا بغات تجمع شويه ما مسالياش. ها جالسه حل فمي كنفكر في عدنان. عجبني داكشي اللي قريت وعجبني كيفاش كتب عليا. بقى فيا الحال بدات كترجع بيا الذاكره اللحظات كان كيلمح ليا فيهم والاوقات اللي كان كيحاول يعترف فيهم، ولكن انا عمري ما عطيتو الفرصه. خرجنا من الخدمه لقيتو جاي، ما عرفتش كيفاش غادي نهضر ولا كيفاش نتعامل. بغيتو غير يهضر ولا يلمح، ولكن تفكرت موضوع الخطوبه، هو راه مخطوب خاطب. سلام سلام، شاف فيا شوفه ديال شخص محب نوصلك، وبنفس النظره شفت فيه اه. حتى بقيت ساكته كنفكر كيفاش نجبد معاه موضوع اسماء خطيبته ونسولو واش كيبغيها ولا لا، ولكن انا ما قدرتش لانه ما موالفش يعاود لي عليا بزاف، حتى انا ما كنتش مهتم نعرف على شي حاجه. وصلنا لحد الدار بقيت جالسه ما نزلتش، وتشجعت نسولو عدنان كيف دايره اسماء. شاف فيا وهو مستغرب، اسماء لاباس راه بخير، هذا طراسي كتبغيها. بدا كيضحك، علاش غرسي؟ والله حتى غرسي الشعيبيه، واش بقى فيك الحال من ديك المره فاش خرجت نتغدى معاها؟ انت كنتي بغيتي تغداو؟ هضرت بحالها ما كنضحكش معاك، سولت كجاوب كتبغيها ولا لا. بدا ثاني كيضحك، كل ما كنتش كنعرفك مزيان وقلت لك كتبغيني، ولكن فاش يهمك فاش نبغيها ولا لا. بديت كنحس بالصعد، مابقيتش كنضحك في راسي، رجعت بحال شي وحده مراهقه باغيه تعرف واش كيبغي اسماء ولا لا. رفعت صوتي، ما عرفتش كيفاش حتى خرجت من فمي، اه كنبغيك تهنيتي. بقى كيشوف فيا مصدوم شويه، جاتو الضحكه انا محملش راسي، ماشي هكذا تخيلت راسي نولي. انا كيضحك كيضحك وبقى فيا الحال، السيد خاطب وزيدها انا محترفه عليه المشاعر ديالي، والفوق كيضحك. مابقاش عندي الوجه اللي نهزو نشوف فيه، جاتني البكيه بغيت نزل، جرني وسد الباب وسقط الطوموبيل. بقيت كنحاول نحل الباب، نور وجهي لجهات السرجم كنقول عدنان ما كنضحكش خليني نهبط. قال لي لا ما بغيتيش تسمعي جوابي، انت اعترفتي ليا وخليني حتى نقول لك شنو عندي. جبد البيسي ديالو كيبان ليا، دخل الدوسي اللي بسميتي، جبد ديال الملف اللي قريت قبيله غير شفتو كيجبد داكشي. وانا الفرح قال لي اجي تقراي، كنت فرحانه وانا كنقرا داكشي اللي كاتبو ليا للمره الثانيه. ساليتو بقيت كنضحك، بقى كيشوف فيا، اجي شفتك ما درتي حتى ردة فعل، ما تصدمتي ما تفاجاتي بلاتي. مشى لتاريخ الدخول الملف ديالو قبل اللي داخل شي حد غير الصباح في الوقت اللي دخل لقاني في المكتب دار عندي. متقوليش هي دخلتي وقريتيه في الصباح، درت فيه شنو هي بركه ما تحط عليا الباطل. كنزر فيه خدوج يعني شي طار، دخلت بقيتك في الوقت اللي مسجل هنا جالسه قدام بيسي هني انت اللي قريتي. قلبناها مضاربه، حتى بدا كيضحك وقال لي صافي انا غنسمح لك هاد المره والله الا يوم امتى وانت كتحلمي بيا. بدا كيبان عليا وانا كنتفكر الخطوبه، سولته قال لي راه اصلا شحال هذا قديمه ما كنقدرش في الضينه كنقدرش نتلاقى بها، واصلا حتى هي كل واحد في طريق بيناتنا شي حاجه بحال كيف ما انا وياك. حضرت راسي وقلت لي واش بيناتنا؟ حاليا الباب قال لي نزلي بحالك لداركم، غدا نجي ندوز عندك في الصباح نوصلك الخدمه. وليت كنتسنى غير امتى تشوفو، حتى هو كيجي عندي كيستقبلني باجمل المشاعر. كنحس براسي طفله انا معاه، كنحس بيه راجل هو واقف حدايا.
كنحس تجاوب اجمل المعاني وارق الاحاسيس. مابقاش كيعبي عليا السن المشكل بينه وبينه. داز 4 ايام على اعتراف الحب الصادق، قال لي انا غنجي نهضر مع الحاجه الصيمانه الماشيه. بين ما هضرتي مع خوتك اختك وتوجدي راسك فرحت بزاف لدرجه تبكي. ما عمرني تخيلت نوصل لهاد الدرجه من السعاده. قلت لخوتي واختي اصلا باغي غير يمتى يتفكوا مني. قالوا لي ما غيرش دي في عندك يطرس. هو هاد الهضره هي اللي كنت كنقول لراسي الوقت اللي كنت كنجسد السعاده ديالي في راجل واحلامي في راجل وحياتي كلها في راجل، ولكن خيبات الامل على المال لانني ممكن نعيش بلا راجل. لانه فعلا كاينين ما غاديش تخليك تقول مع راسك كندور كي البوهالية ونتسرح فيها لو ما نتزوج اي كان. كنت كنقول لي كان يا بوهالي يا بعقلو يا مسطي يا فقير يا غني. كنت باغية اسم راجل نتخبى من وراه هضرة الناس واخا ما نكونش مقتنعة بيه. وحتى نبغي عدنان كان افضلهم اجملهم احسنهم خلقا وكان قريب ليا. خلالي شوف الذات ديالي ونعرف قيمتي. المرأة ما كتجردش من قيمتها من كرامتها من كبريائها فقط لأنها متزوجات. المرأة عندها هيبتها وخاصة تحافظ عليها وخاصة ما تقبلش بأي كان زوج لها وأب لولادها. والآن اللي بغيت يجي نهار نقول فيه لوليداتي أجمل شيء درت في الدنيا هو أنني اختاريت هذا الرجل يكون زوج ليا أب ليكم. نهار الخطبة كنت خايفة نصلي في الاستخارة 5 مرات في النهار كل ساعة نسول على عدنان فين وصل. قدرش نتيق أنه أخيرا غيكون من نصيبي. فجأة ما درتش داكشي داك تقالها انا اللي حليت الباب ودخلت مع الصالون كنسول فيه جبتي الخواتم. هو كيقول لي واش تيسيري انت مشوهانه يقول عليا الدار مراتك بوهاليه راه العيالات سيري جلسي معاهم خليني نهضر مع خوتك. احيا البوكي ديال الورد ودار فيا شوفه ديال الحكام. حضرت راسي ومشيت تثبت. امي كتندب وتغمس فيا قدام الناس نثبت وانا والو طايره الفوق بالفرحه. ركبنا الخواتم وزغرتنا ونشطنا فرحنا وضحكنا. وجا العشاء جلست حدا عندنا لاصقه فيه شاده لي في يديه. داز العشاء الاول دجاج وداز العشاء الثاني لحم. دار عندي عندنا نقلب شويه فدني تيفي البسطيله خطوبتي وما ديريش هي البسطيله شفتي كل وسكت هي كتشرط شاف فيا بعناقه. جاب لي التبوريشه عدنان داق قلبي كيرجف حتى يدي حشمت وتزنقت وحضرت راسي كنجمع في الضحكه. جيت نهز راسي لقيت كلشي حاضيني كلشي كيضحك معايا. الحمد لله داز كلشي على خير وبخير. انا اللي كان حلمي راجل والسلام وليت مرات عدنان راجلي والسلام.